السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير. دوزت ليله فواحد ستاسيون هنايا، وهذيك تما اللي كتبان لها داك لوتوروت، ولكن انا ما جيتش مع داك الطريق، فانا جيت مع واحد الطريق كاين اللور هنايا. وشحال ما شفت الحراره بحال اللي كاينه هنايا، فاش كتبدا تقرب للبحر الابيض المتوسط كتبدا تحس بالجو يعني مشمس وسخون. اشحال ما لبست تيشيرت تقريبا من اللي دخلت لتركيا، ربما بشي 3 ايام هكا. كنت وصلت هنا ماشي لوحده الليل، كاين واحد المطعم هنايا كنت سحرت فيه شي لوحده ونص ولا لوحده، كنضرب الطريق بالليل. كنت وصلت واحد البلاصه فطرت فيها، كانت واحد طلعه فيها شي 28 كيلومتر، كنت ضربت فيها نص تقريبا قبل الفطور والنص الاخر ضربتهم فاش فطرت بالليل. ومن بعد النزله، دابا عندي النزله حتى الأدانا. دابا انا قريب لواحد المدينه سميتها أدانا، وهاد المدينه ديال أدانا كتعتبر من اكبر المدن في تركيا، مدينه كبيره ومشهوره بالكباب، كيقولوا لها عاصمه الكباب. اصلا الكباب هنايا مسمينه على أدانا، كيقول لك واش بيتي أدانا كباب، يعني انا مشهور في تركيا كامله. كنت وصلت للستاسيون وانا نسول السيد تما خدام، كتبت ليه في التليفون ترجمه وريته، هو يقول لي ماشي مشكله سير دير الخيمه فيما بغيتي. اي فين جيت درت انا، دابا الساعه شي 12، فقت مقويله مع شي 10 ونص بقيت مريح. اليوم غادي نوقف في أدانا. أدانا ما بعيداش، بعيده بشي 56 هكا ولا 55، والطريق نزله. البارح ضربت تقريبا 92 كيلومتر، هاي فين 91.98، 6 سوايع ونص تقريبا ديال البيدالا. دابا غادي نديرو حتى شو درجة الحرارة شحال عاطينا هنا، 41 42، سهلة 60 نيت، غتكون 30 هكاك ما واصلهاش كنظن. هذا معاك نديرو في الساك هنا لداخل، عطانا 42 سخان بزاف، فغادي نديرو الانطلاقة. شوفوا عاوتاني اليوم دابا غادي نخلي هاد لوتوروت هادي، خاص ممنوع تمشي معاها. انا دخلت من واحد الطريقه هنايا مع بالليل، كاين واحد الباب دخلت معاه، فاش واحد الباب اخر عاود خرجت معاه، ها غادي نلقاوه دابا. سي هو كاين الباب هنا، ماشي الوحدة الليل داخل من هنا، ما عرفتش واش ممنوع ولا حتى دابا نيت. غادي استونا هنا يقول لك اجي اش كدير انت اللي سرقتي لينا داك النهار. كانت بالك لي بحال شي امبيلونس واقفه في هاد الجهه هادي، ما كايناش مشات. هذا الرموك هذا كان ابا نرجع للطريق الاخرى ناسيونال، هي اللي عندي الحق نمشي معاها. فكنت خرجت من هذيك البلاصه غوريمي ولا نيفشير، خرجت منها دابا شي 4 ايام، اليوم الرابع عندي في الطريق. الطريق اللي جيت معاها ما كانش فيها صراحه ما يتشاف، حتى كتقرب شويه هنايا لأدانا، يعني حتى كتجي تقرب بحال البارح اللي شويه كانت الطبيعه زوينه، وليت وسط الجبال وهداك الشيء. اما الايامات اللي قبل، يعني اليومين اللي قبل كانوا مملين صراحه. حنا دابا غادي نازلين للبحر، ماشي البحر بالضبط لان أدانا جات بعيده شويه على البحر بشي 30 كيلومتر. شي نزل عندي راه فين كتبان لنا هذاك الشيء لتحت، يعني غادي نازل. وقال عندهم انتخابات اليوم ولا البارح، السلام عليكم. البارح ولا اليوم وقيلا كانوا عندهم انتخابات، معرفتش البارح كانت عندهم البلباله بزاف دخلت واحد المدينه صغيره، ولا البارح وقيلا الاخر يعني ديال الحمله. البارح دخلت واحد المدينه عرفتي شحال ديال الرميك مجموعين وشحال ديال البشر، هذا الشيء ديال افريقيا انتخابات. جامعين بنادم بزاف وكيغوتو الكلاكسونات مبرزطين الناس، الشباب هنايا الناس الكبار باغين اردوغان وقيلا، والشباب الاغلبيه ديالهم وقيلا ما باغينوش على ما فهمتش. واحد السيد مخرج من الدار ديالو مكبر الصوت ودير الخطبه، بحال الخطبه ديال الجمعه كل يوم الاحد، ودير زعما خطبه. انا كحساب ليا دخلت كحساب ليا اليوم الجمعه، سمعت كحساب لي الجامع
ساعية من الدار ديال السيد من البارح وانا نازل هذا ما غادي للبحر ضروري تكون نازله. انا باش من بعد اضانا من بعد فاش غادي نوصل لاضانا غادي نبقى غادي يعني لا الحدود ديال سوريا. انت مول الشوا هذا هما اللي الشوا عندهم هنايا راه خدامين كيشويو. كاينين الناس ما صايمينش كاينين الناس كبار كتخاهم ما صايمينش شاعل كارو في لوتوروت عندهم هنايا ما كيكونوش الناس خدامين هنايا في البياج كاين غير الكاميرات كنظنو بحال كيسكانيو ليك البلاكه ديال الطوموبيل وكيتخلطو نيشان كتكون عندك بحال شي واليت يعني شي محفظه بحال قلتي في يعني معاهم مع هاد الشبكه ديال الطرق هذاك الشيء كيتقطع اوتوماتيك ما كتوقف ما كتلاقى شي واحد ما والو واخا تكون سياحه هنايا يعني لما خلصتيش في المطار يوقفوك باش تخلص. دابا صافي بحال خرجت دابا من الجبال دابا غتولي الطريق تقريبا مسرحه حتى الأضانة ماشي غير حتى الأضانة وانما حتى بعد أضانة يعني من بعد ايام. هاد الشجر هذا هنايا كامل ديال الليمون تبارك الله ولا مخلط وقيلا ليمون حامض كيبان ليا كيبان لي داكشي صفر هذا حامض هذا اللي هنا ولكن كاين حتى الليمون. هاد العيبة الصراحة انا غادي ايوا نحط الكاميرا بعدا هادشي كاين الصهد الله الا كاين الصهد سخنت هاد العيبة هاد البيستولي ديال الماء كتبقى دايرينو ديما مع هاد البلاصة اللي فيها البرد هذه البلاصه ديالو فين كيدخل هنا كيديروا هنايا الماء وهنا البرد التيكالا دابا هما هنا ما عندوش البار كيديروا هاد البي اس اي هافا هو البرد السو هو الماء. هاد البنو ديال القدام عندي تقريبا من شي بلايص بان ليا بحال تقب واحد الزروقية ولات كتبان فيه نشوفو واش واحد فين بانت ليا شي كيبان لك تشقق تكل ماشي تشقق كيبان لك بحال مكيول مبقاش يعني صحيح ولا كيتفرتت هاي هذيك الزروقية شتي دابا هاد الزروقية هي اللي كتحميه باش ما يدخلش الشوك وداك الشيء بحال واحد البلاستيكة دايرينها ليهم هنا يلا إلا كاين الحال سخون شوف هنا شحال عاطيني 39 درجة ولكن هي 30 32 ما تفوتهاش. أنا دابا في المدينة ديال أضانة تقريبا في السونتر عندهم الترونسبورات بزاف هادو اللي كيديو البلايص داروا لي الطيارة في الطريق هما شحال بزاف ها كيجيو ما كاين لا سينيال لا والو كيجيو وقف قدام شحال الدازيز الرواج هنا الطريق ما كتخواش هادو واحد المسجد هنايا مشهورة بأضانة وقيلا هما هادوك السمعات اللي كيبانو ديالو. غادي نمشي لديكاتلون خاصني واحد المراية هاديك المراية ترسات ديالي اللي كانت هنا غنشوف شي مراية هادي اللي خاصاني وقيلا
هذا هو الجامع، سميتو سابنجي. يمكن الكتبة عندهم تسكلت سابنجي سنترال موسك. ما دارينش هنايا، غتكون شي بلاكة فيها السمية. نشوفو إلا كاينة شي بلاكة. المهم في جوجل مابس كاتبين سابنجي سنترال موسك. مسجد كبير تبارك الله وزوين الشكل المعماري ديالو. جات دايرة بيه الخضورية، كاين شي واد هنايا من الجهة الأخرى ديالو، بان ليا في جوجل مابس. وهذا المسجد من الضفة الأخرى. واحد مونتيكالا مسافر تاهو بان ليا واقيلا. عرفتي راه شحفت حنان في لصق، والله إلا لصق. بيكالا صعيبة في هاد المدن، الطوموبيلات ما كيحتارموش. نورمالمون في المدن الاخرين كتلقى بلاصة بيكالا، في هاد المدينة هادي اللي ما دايريناش. المسجد عاوتاني باقي تيبان لينا. مود ترونسبور سي فين واقف. شو ها هو زي تات قباح. هادشي ساليت صافي، وليت باغي غير يمشي يأذن. الله حتى ساليت. جوج جلست في هاد الجردة هنايا، كنتسنى وكنفكر اشنو غادي ندير. مشيت لديكاثلون لقيت غير المرايات كبار، كل واحدة قد يدك كبيرة. فاش كتركبها في بيكالا، إلا طاحت بيكالا كتهرس. كبيرة معايا، خصنا شي وحدة غير صغيرة. ولكن خديت شوية ولكن خديت شي لعيبات أخرين. خديت هاد الالكترولايت هذا، عرفت واش كيبان لكم؟ هذا كيعوض هذوك السوائل يعني هذوك المعادن اللي ضيعتي. فعوض مثلا ما تشرب الماء بزاف وتشرب يعني، فهذا كدير غير كاس وكتلوح فيه واحدة من هادو وصافي كيعوض لك، يعني بحال شربتي بزاف ديال الماء مثلا. هذا هو الجامع، سميتو سابنجي مركز الجامع، ولا سابنجي سنترال موسك. بسم الله، السلام عليكم. اغلب المساجد في تركيا كتلقى بلاصه الوضوء معزوله، كتلقى ديما في على هذا الشكل هذا اللي كاين هنايا. والتواليتات كتلقاهم في هذا الشيء هنا، ديما كتلقى حتى التواليتات معزولين، التواليتات معزولين بوحدهم، وبلاصه ديال الوضوء فين كتجلس توضى يعني كتلقى دايره بالروبينيات هذه البلاصه كامله. كاين بلايص فين كيجلسوا الناس هنايا، تجلس وجا توضى ومن بعد كتجي تصلي. هكا المسجد خاوي اليوم، واخا اليوم الحد بقى المغرب واحد نص ساعة. دابا غنمشي نشوف شي بلاصة نفطر فيها إن شاء الله. داخل انتردي مع واحد الشارع، كاين هذا هو الشارع بان ليا هنايا، هاد البلاصة مروجة هي اللي ممكن نلقاو فيها فين نفطرو. كاين بزاف ديال اللعاب في المغاربة كيلعبوا في تركيا. زياش دايرة الواقيلة، الكعبي تا هو كان تيلعب هنايا. دابا فين اللي بغا يتقدى شي حاجة كيجي هنايا، كيتباع كلشي. هذا
واحد هو الشبك هي هاد المنطقة هادي ديال أدانا والنواحي عندهم الماكلة كيقولوا مزيانة كيقولوا أنا مازال ما كليتش يلاه وصلت اليوم وعلى العموم الجنوب فيه الماكلة مزيانة هاد البلاصة محسوبة على الجنوب وبالأخص الجهة اللي حدا سوريا وهداك الشيء تما كيقولوا عندهم الماكلة ناضية اللي غندوزو دابا ندخلو من الليها طريق عامرة طريق عامرة صبر أبو الطاكسي صبر موني الطاكسي ديما زرباني في الأخر كيصدقو مع الطلعين كيصدقو هو الأخر فاطر مالي الحوش هنايا شم ريحه الحوش اصحاب الحوش هادو الشارع كامل فيه الحوش هذا مبقى والو بقى واحد ربع ساعة هكاك ويأذن ربع ساعة ولا ثلث ساعة كتكون صايم كتبقى تشهى هاكي ود الما كتاكل والو هاد البلاصة هادي ديال الماكلة هنا كاميرا 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 باي 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 سير سير كاميرا يس يس سوريا هاو ار يو سوريا ها تركي سلام عليكم خينا قال لي سوريا وشويه قال لك لا لا ترك ترك كحسب لي سوري قلنا ساهل غنتحاوروا مع داك الشيء راه سوقت يكون العربيه اما التركي ما تيهضرش بالانكلي يعني فهمت هو من حقه انا في بلاده انا اللي خاصني نهضر مع باللغه ديالي فا يعني لهذا كتفضل انك ان الحوار كيكون ثقيل الا ما كنتيش تهضر باللغه ديالو انت جاي عندو غادي يبدا يتهز عليك خاصك انت تهز عليه تعلمها عرفنا شنو كاين هنا بحال المغرب هاد الاحياء هادو بان لي انا ها انت بنادم مجموعة هذا شكسيدة هذي واقعا قبل الفطور ديما كيوقعوا دوري هذا الشارع هذا هنا يا عامر بالعرب هذا كلشي زربان كلشي هاد الشارع هذا كيبان ليا كامل فيه غير العرب كلشي كيهضر بالعربيه
بيت جدي راهي بالعربية، زهرة حلب. هاي سوريين قال لي واحد 5 دقائق ودي لا ننسيش بقيت كندور في هاد الشوارع هادو هنايا خاصني نقلب على شي بلاصه نفطر فيها. هاد البلايص ديال العرب كيكون فيهم الماكله الصراحه زوينه. شوفوا الا لقينا شي مطعم هنايا امو عاش كيصايب فطيره داكشي ديال السوارة هنا. أجواء قبل الفطور بحال ديال المغرب قبل الفطور. بنادم كيسد كيجمع زربان هادو من الماطر إلكتريك بزاف. أنا دابا هادو راه إلكتريك هادو هذا إلكتريك أغلبية كيستعمل الماطر إلكتريك غير هادو اللي ليسانس. هاد السكوترات هادو كاملين إلكتريك. سير سير هاد شناهو هادا غير بحال الزيتون. مخللات كياكلوا المخللات بزاف في تركيا. هاد السوق هذا ناضي الصراحه بحال هذوك الاسواق في المغرب والاردن. خصنا شي مطعم يكون عنده واحد الشربه. هادو واحد الشربه زوينه صراحه ديال العدس. كلشي كيهضر بالعربيه هنا بحال راك في حلب دابا هنا ولا في دمشق. بطاطا 40 بطاطا 40 ما عطيش 60. دونر هي الشاورما هنا في تركيا. ما كيقولوا الشاورما كيقولوا دونر ولا ما عرف شنو كيسميوها بحال هذيك اللي مكتوبه تما. كل واحد وهاد السوبر مارشي هذا 101 وهاد الشوك هذا وبيم. هاد ثلاثه معروفين هنايا وعندهم اسمينا مزيان. هادو هما ارخص واحدين. هاد الشوك حتى هو دابا بالعربيه تقريبا سوق حتى هما كيقولوا الشوك واقيلا هي سوق. هذه الشاورما غيكون أدن واقيلا أقسم دابا السبعة أقسم. غنكملو شوية مع هاد الشارع ونسولو شي واحد هنايا. أنا بعدا سول. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام حبيبي. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. لاباس؟ مطعم فيه إفطار. داك تفطر مطعم؟ أيوا. منين أنت؟ من اليمن؟ من المغرب. المغرب. والله داير لك من المغرب وحكيت من اليمن بالغلط. ايه ترى كيف اليمن كيف المغرب كيف حالك بخير؟ ايش اسمك؟ محمد نور. محمد نور خلينا انا ضبط لك صفار. الله يحفظك بارك الله فيك. بلا ما ولكن ادفع لك. لا 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 هي من عندي. ادفع يا صاحبي. ادفع الله يحفظك بارك. اخ منين؟ من سوريا. من سوريا من وين؟ حلب. حلب. ايش بتصور ايش بتسوي؟ ايوه انا اصور في اليوتيوب.
راسي اهل المغرب والله. الله يحفظك. جيت اهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يحفظك. خلينا ندفع لك اصلا. لا لا لا. خلينا اصلا. الله يوفق. لا انا. خلينا نتعاون. هي يعني من عندي انت ليش تسوي لنا مشاكل؟ شكرا. حبيبي. الله ييسر لك الامور يا رب في رمضان. امين امين. جينا عند السيد هذا سولناه وقال لك تاخذ العرب. ايه ظبطنا علامة علامة مشينا الوضع. الله يحفظك. ايش اسم المحل؟ ها هو المحل. اي رمالك. ايش اسم السوق هذا؟ هون بالتركي. بالتركي. بالتركي ميدان جاتسي. ميدان جاتسي. وبالعربية؟ بالعربي شارع السوريين. شارع السوريين، صافي السوريين السوريين حاكمين هنا. بالضبط بالضبط. الله يسلمك. وين؟ الله حبيب. الله تمام تمام ما خلينا نعملها هكذا. الله حبيب. ايوه. ايوه قريب من الدار البيضاء. الله حبيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انت جيب جيب الله حبيب. فارق بن زياد. فارق بن زياد ايوه. ايش اسمه؟ اعطيك ما يعطيك. عبر افريقيا. كيف حالك؟ بخير. كل شيء تمام. اكتب ايش اسمك؟ خذ اسمي عمر. عمر متشرفين. الله يخلي لي اياك. اعطيني نمرتك. ايوه اعطيني نمرتك. ايوه اخا ايش اسمك؟ عمر. عمر. عمر متشرفين. الله يخليك. نمرتك. حتى انت من حلب؟ من حلب. 05. اي صفر. اهلا ناس. اي اي 05. بسم الله اولي واخري. اولي واخري. شو بتسوي في تركيا؟ انا رحله المغربي يعني. بارك الله فيكم. تشرف فيكم. الله يسلمك. انت ساكن في تركيا؟ لا لا انا فقط رحله. انا رايح تركيا ايران باكستان يعني هذه رحله في اسيا. في هذا؟ ايوه. انا كنت في السعوديه في الاردن. كيف انت كيف يسمحوا لك تمر الحدود؟ عادي تكون عندك تاشيره وباسبور وتروح يعني. الله يحفظك. بارك الله فيكم. سبحانك يا ربي. هذا تروح الدنيا هيك؟ بهذا ايوه. هذا ممكن تروح فيه كل الدنيا. في جريك بدوس؟ لا لا في بالرجلين. ايوه هذا متعود يعني. نام هيك وين مرتاح؟ ايوه عندي الخيمه كل شيء يعني. ضبط امور. الله يهويك. الله يحفظكم. الله يكرمك. شكرا. الله يسلمكم الامور. لا لا انا اللي تشرفت فيكم. تشرفت. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. شكرا. هلا مع السلامه. جيت واحد مطعم هنايا سوري كيدير الشاورما. المهم خديت شاورما، خديت هادي ما شنو هي مكبل مالتي. قلت غادي نجربها نشوف شنو دايرين في الداخل. بسم الله. فيها الدجاج واقع غالبا. فيها الدجاج تقولوا لها مكبل. وهذا ايران. ايران معروف في تركيا. ايران اللي بيتي تشربه ضروري خاصك تحركه بحال هكا. الا ما حركتيش كيجي عيان. مع هو اصلا دايرين فيه الملح والماء والحليب بحال هكا. داير بحال اللبن ولكن مالح اكثر. اللبن وزدتيه الملح. نشوفوا هاد الشاورما هادي. شاورما مع السوريين خاصها تكون ناضية صراحة. السوريين هما اللي كيصيبوها مزيان. بسم الله. زوانة صراحة. هذا الشاورما ناضية. شاورما سمينة. أول مرة ناكل شي شاورما مع السوريين. كيصرعوها صراحة. جيت عند واحد السيد هنايا كيدير العصير. هذا العصير ديال الأبريكو. أبريكو والمشمش. هاك هذا المشمش. مشمش. وهذا الكرز. كتفي ليمون طبيعي هذاك. ليمون. او هذا كيشو؟ هذاك عسل. عسل. عسل طبيعي. عسل طبيعي. هاي عملوا هاي هون 7 سنين. هو اللي عمله؟ هاي 7 سنين. هذيك عملها 7. هاي كله عسل. سلا عمل كيلو هي تم. لك هذاك العسل. العسل عمره 7 سنين ياك. لا مو عمره 7 سنين. هاي هو 7 سنين هون. 7 سنين. 50 سنة. 100 سنة. يعني. بس هاي 7 سنين هون. 7 سنين. الدري تركي. عصير. في رمان عصير. في تفاح. في برتقال. في شوندر. في كوكتيل حليب وموز. ما شاء الله.
أنا اسمي محمد. محمد شرفت. بعرف تركي وعربي. ما شاء الله. هذا ابنك؟ لا. ها؟ أنا شاخين، أنا شاخين. آه أنت. أنا سوري بس أنا تركي. أنت تركي؟ أيوة. إيش اسمك؟ أنا مصطفى. مصطفى. شرفين وأنت؟ أنا محمد. محمد. أنت سوري؟ إيه أنا سوري. من وين؟ حلب. إيه. ما شاء الله. شوف لك اسم القناة. كم سنة عندك في تركيا؟ انت ولدت هنا؟ ايه 12 سنة. اه يعني ولدت هنا انت؟ ايه. ما شاء الله. اه العصير حلو عندك. ها؟ عصير حلو. عصير؟ اه انت اللي عملته هذا؟ انا احنا نعمله هذا. انت اللي تعمل؟ طبيعي هذا. ايه طبيعي. عصير زوين. كم يوم طولت لبين ما تجي؟ انا في تركيا الان شهر تقريبا. شهر؟ اه. هذا المكان ايش اسمه؟ أي واحد؟ هذا المكان مكانه كلهم لا بس هون المحل ايش اسمه؟ آه. المحل ايش اسمه؟ دينيز بفه. دينيز بفه. آه. وهذه المنطقة؟ هاي المنطقة قجاويزي. قجاويزي؟ ايوه. آه. أوبالار. أوبالار. ايوه. هذه آه. المنطقة معروفة بالأكل هنا. ايوه أكل. محلات شي. ها. كباب. كباب. اول الكباب اصله من ادانا. أيوة من هنا. اصله من ادانا. اه يعني وفي شردان هيك عمود. عمود شردان قلنا يا شردان قلنا له دروس ليله هذا الشردان اللي بعده شردان قوين قوين ده كان قوينون içinden çıkıyor ده ايه قال بيطلع من القلب المعزي اه هيك صغيره شوي صغيره هيك içinden şey vardı pirinç vardı يبقى البارز بس اه الامعاء ايه الامعاء اه اه مصارم مصارم اه مصورة في ادانا محشية بالرز ايه محشية بالرز بالرز وايش تاني وفوقها في لحمة اه لحمة يعني مو هيك لحمة هذي يوك ده اشتاول من يا ابو قولون ميداسنا تشخيله تطعم القلب المعزي اه يعني لحم لحم ايش لحم معزي لحم معزي آه ما شاء الله هي أدنى معروفة بالأكل الحلو يلا كتير آه أدنى معروفة بأكل عندهم من يا زوينة أكلت أنا شاورما في الفطور كانت حلوة إيه آه وما هذا آه هذا يعني من هنا أيوة آه إيش اسمه هذا شردان شردان آه صيف صيف هنا يكون حر كثير هنا ايه كثير حر هنا نفس عربستان اه نفس عربستان نفس افريقيا إيه. اه عربستان هي السعودية عربستان سعودية كثير كثير حر اه عين نفس افريقيا اللي هنا كتكون الحرارة بزاف ودابا انا دابا لابس تيشيرت يعني ممكن تروح نبشير برد كثير نبشير كثير برد هيك ممكن بعد ممكن بعد 100 كيلو برد 150 اه انا جاي من نفشير جاي جاي من هنا كان من آه جاي من نفشير ايوه انطاليا ميرسي آه انطاليا بيشير كونيا اخسراي نفشير ايوه نفشير هنا اه انا سبحان الله الجو زوين يعني جو ماشي بارد في كوكتيل عندنا يحبون العربيين السوريين اه يجوا يشربوا كثير هيك في بينه موز وحليب طبيعي آه. وعسل مخلوط آه. هاي بيصير كوكتيل كوكتيل يعني فيه حليب وموز موز وعسل آه حتى في المغرب نعمل هذا العصير حليب مع الموز ولكن حليب حليب مع الموز فقط سكر ممكن آه انتم تديروا معاه بس عسل عسل اه يعني يكون يعني يكون طبيعي مع بعض المخلوط آه. بيصير كوكتيل ايوه حلو أرخص مدينة زرت في تركيا لحد الآن هي أدانا صراحة هي المدينة رخيصة صراحة واحد من المطار جاي تقريبا كليت هانشد كليت دابا هذيك الشاورما ومعها أيران ومعها هذيك المكبكبة والأسنوية هذيك الكورة هادو كاملين ب 28 درهم الشاورما عشرة عامرة في المغرب نيتو ما تاكلوش ب 30 درهم هذيك الشاورما يعني عندهم رخيص هذاك الشيء هنا عصير شربت جوج كيسان شربت واحد ديال الكرز وواحد ديال المشماش بجوجهم ب 20 ليره اللي هي واحد 7 دراهم ولا 6 دراهم
انا جوج كيسان ديال العصير. صراحه ارخص مدينه زرت في تركيا، والماكله زوينه حتى من ناحيه القص والبناء، هذه احسن بلاصه كنت فيها. هذيك الشاورما راه ناضيه. البلان دابا اللي بان لي هو انني غادي نبات اليوم هنايا، غادي نشوف شي هوستل دابا نبات فيه حتى الصباح، نقدر ندوز غدا حتى هو هنايا، نبروفيتي في القصوص المزيانه هنايا. هذاك الدري اللي شربت عنده العصير ماشي سوري، هذاك من ميردين قال لي، من شي مدينه في الشرق، جيت فان على ما قال هو، وقال لي تما كاينين العرب، كاينين دابا مع التركيه كاينين عرب اتراك، فهمتي يعني عرب ولاد بلاد، ماشي عرب سوريين ولا ولاد البلاد. كاينين شي مدن غندوز عليهم فيهم العرب بزاف اتراك، انا يعني عرب اتراك ما جاتش تقول عرب اتراك، عرب بوحدهم والاتراك بوحدهم، ولكن هادو اللي كاينين في تركيا يعني عرب اتراك ولاد البلاد.